بسم الله الرحمن الرحيم نقيم شخصياتكم زي ما انتم قايلين، لكن الموضوع ما حيكون فوضى، حيكون بالنقاط. بسم الله الرحمن الرحيم، بين استعين اكتب الاي دي حقك واكتب اسم الشخصيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بين استعين بنشوف ايش وضعكم، انتم ايش وضع حساباتكم. شباب ترى لين دحين ترى ما في الا واحد هو اللي ارسل، الباقيين ايش وضعكم؟ مستحيل ما عندكم نقاط من اليوم قاعدين ابغى انها زي كذا. انا اسف الاثنين اللي دفعوا، ولكن يلا ما لكم اي عذر. بواحد نقطه يلا مطفرين. طيب بسم الله ايات. والله نايس يا ولد، دقيقه البلد كيف كي جلاديتر عشان كذا. والله كريت دمج عالي يا اخوان، دقيقه كريت دمج عالي مره انه على السلاح ذا يعني، بس الاتاك طبعا اكيد طايح لانه البس تاك طايح، فمو مشكله. هذه طبيعيه تقريبا، يعني مو طبيعيه بس يعني كويسه. هذه رهيبه ما فيها شيء غلط، حتى تشبيه هنا تحت 27 كريت دمج 21 كريت دمج، والله بيرفكت بلد. مساعده بيوميه اليوم جايبتها ومو فاهمه شيء او شيء. دقيقه الرانك 55 مو مره الحساب قديم. شمنا والست صح، السلاح برضه صح، موضوع الارتفكتات اكيد غلط. الكريتات تكون أوليه كرتات تكون، يعني هي أنا قلتها أبو كلب بس مو كذا. الخلل أول حاجة في هذا القطعة، هذا كلها رايحة أتاك، ما في أي كرتات هنا، ما في إلا مرة واحدة راحت ريت، فهنا لا، هذه تتغير. هذه طيبة طبعا، هو أفضل حاجة تقريبا، أفضل نتيجة يعني ممكن الواحد يقدر يحصلها إنه يكون إيش طبعا بسلاح رست. أنا قاعد أتكلمها سلاح يعطي أتاك، يكون الكرت دمج ما بين تقريبا من 190 تقريبا إلى ممكن 170 حوله، فأنت تحاول توزن الكرت دمج على هذا العدد. الريت الأفضل 65 وفوق، لأن ضرباتها كثير، ضربتها كثير معناته ايش؟ يحتاج لك انها هي تكرر. هذه فكره يوميه بكل اختصار يعني. التالنتات ركزوا على النورمال على اللي هو السكيل. اللي بعده سكرمش. اوكي. الله هذا ايش؟ ايش معطي؟ الله والله كثير، يود مره كثير. هي انت بعرف انا كم لك انت في الدومين؟ كم يعني سنه وانت قاعد في الدومين؟ تقريبا 9 ريت 10 اتاك او 11 اتاك، هذه اوف 6. يا ساتر وي يا ولد، هذا ايش؟ ازيدكم يعني؟ مسكين انبعص هنا، عنده ديفند يا حرام. عارف وبالستات هذا الانفجار اللي قبل شوي برضه مره جامد. الاتاك هنا لو اتاك، لا انا ما تجي اصلا اتاك. حلو حلوه، ما اقدر اتكلم. لقينا الخلل، لقينا المشكله، فضحناك. الان انت مفضوح امام الملايين. ايش الكوب هذا؟ الناس تحط كوب زي كذا، فضحتنا عند العرب توي قد امدح فيك. هو شوف فكرتك كويسه انه مثلا تاخذ انيمو من هذا، بس ما تقدر تعوض. لا لازم انيمو، شخصيتك سادة عارف، 15 انيمو بس. طيب اللي بعده بنت وشينوبو. اوكي هذه يبغاني اقيم شخصيات فور ستار. اوكي السلاح بيتطور مع الوقت مو مشكله. القطع فيها مشكله، طب هو مو مبني يا اخوي يعني، انا كيف اشوفه في مشكله هنا؟ طب هنا اوكي، هنا برضه في مشكله. شوف الحلو في الموضوع انه هنا في الليمت الماستري عالي، لكن هنا بنت حالته صعبه. وضع كويس، وضعك احسن من غيرك يعني. اللي بعده يبغانا نشوف ايتو. اوكي 2500 دفن، لا في مشكله. استنى هذه القطعه مره ابو كلب. هذه برضه نفس الشيء، هذه القطعه الوحيده اللي ممكن، لا مو ممكن، هذه القطعه كويسه الوحيده، الباقي صراحه يبغالك والله تفرم ثاني اعاده تاهيل، والله اعاده تاهيل لازم. اللي بعده يلان، والادم هذا حسابه قديم، اما انه هو حوت او انه قاعد يستعرض الشخصيه. ايوه حسيت الموضوع هنا في عضلات شباب. حاليا حاب اعرفكم على ايلان 303 كريت دمج. نشوف هل هو حوت؟ لا مو حوت. اوكي هو بس مجرد استعراض عضلات. طبعا حاب بس اعرفكم على الشخص هذا. الشخص هذا طبعا يفرم من الصباح الى العشاء، يصرف الكثير من الريزن والحركات هذه على الدومينات، ما يطلع من الدومين ولا يطلع من اللعبه ابدا، فعشان كذا جاب القطعة هذه. ال 300 كريت دمج انت على ورق تشوفها واو، لكن تجي طالع الاتش بي مره 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 قليل. فطبعا ليش؟ اعتمادها الكامل هنا ترى على الموضوع الاتش بي، فهنا الهرجه. زايد انه الادمي حاطه 6، طبعا هو يمدي انه يحط 6 ثانيه اتش بي، او انه تكون مثلا قطع عنده فيها اتش بي عالي. طبعا ايلان ترى لا تتوقع انها سهله، عشان تبنيها بناء كذا ابن لذينه ترى مره حتطول. فعندكم الريشه هنا مره حلوه، هذه مره تغيرها، هذه اوكي. هذه برضه والله جامده. اوه حاط انرجي. شوف الحساب اللي بعده ايلان وميكو. خلينا نشوف ميكو بما انه يبان كذا حركات. اوكي سلاح هاكي. اوه والله مو سلاحها، اتاك لو كنت بنيها زي كذا. الريت والله جميل صراحه، الريت والكريت دمج موزون والله رهيبه والله. طيب بخصوص ايلان، اوكي الريت شويه قليل. إيه كم انرجي؟ 171. والله شوف انا منك ما ادري، انا اتوقع زي كذا. شوف انا امبلم ما افضله، لكن اذا طلع لي كوب من الست هذا من الامبلم وكذا فيه كرتات وفيه اشياء، حقلب ام البلد لي امبلم على طول، لان حقدر ارفع ام الدمج فوق. فعشان كذا انا استغربت انك انت ما رحت. اوكي هنا ما في ريت، عشان كذا الريت قليل شويه، بس اللي تحتاجه موضوع الريت يكون شويه اعلى. ما شفت ارتفكتات ميكو؟ هذا شنو هذا؟ هذا تاجين في تاج واحد،
خابوة زي كذا قطعة يا أخي، والله ما عندي. هذه والله خايسة ترى، والله والله يمديك تجيب أحسن من كذا تصدق. هنا يمديك تغير القطعة هذه، مع إنها كويسة بس يمديك. يمديك لو فيها ريت تحت هيكون قطعة خارقة طبعًا زي الخوارق اللي أنا عندك. هذه لا هذه طيبة. الكوب برضه غيره خلاص، ترى بتصير أفضل من كذا مرة كثير. اللي بعده خلونا نشوف نشوف أيكة. أوكي طبعًا هذا يقول لك تاج أتاك. تكفى لا تقول لي بليزرد فل. لا إله إلا الله شباب، أمسك أمسك روسكم أمسك روسكم. ما أدري والله هذا الآدمي صراحة يعني. أي والله شباب شباب، العموم يمسك راسه. البلد مره قوي، مره بزياده قوي يا عيال. ايش في والله كثار كثير. 35 ريت، وهو من هنا ياخذ تقريبا 40 اذا كان فريز. هو حيلعب فريز اصلا غالبا يعني. هنا 40 30، هذه كم تقريبا؟ هذه 70 ريت. وعنده الاتاك 2500 والكريت دامج 241. ولا وزيدكم والسلاح حقه كمان، الكرايو حقه بينقص فوق، بينقص حول 100. الانرجي قليل والله ماشي يا اخي. 16 انرجي، لا 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 مو حلو مو حلو. 15 اتاك، 28 كريت دامج. اللي عنده ضعف النظر حاب اقول لكم ان هذا ريت. 16 هذا ريت وهذا كريت دامج يعني، بس اللي عنده ضعف نظر بس. تيجي طبعا الكوب طالب وطلبيه. هذا الكوب ما يمديك تجيبه ابدا طبعا في حياتك. طلبيه يدق عليك رمكس، السلام عليكم عندنا هذا الكوب حابين نعطيك، هو طال عمرك. وتاخذ الكوب وتحطه على، وهذه برضه نفس الشيء بس هذه على سمسه. هذا السلامه من سمسه تقريبا، طبعا دبل كراون يعني وسيزيرو. تخيل هذا كله سيزيرو. دقيقة هو قال لي شوف بال الريشة حقت بال اظن هذه. اسفت يا لهوي، هذا هذه شو وضع هذه؟ حلو طبعا ديبان. اوه كمان ديبان طبعا برضو، هذه كانت طلبية من ارمكس. خلاص ما والله تعبت يا ولد حظك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا بلد شاو، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ابدع ابدع ابدع. هذا سند واحد ثاني ذا. اوكي اوكي ما شاء الله عندك حسابين يا ولد. 2600 ايوه. شوف 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 الستات، شوف اللي تقريبا في بداية التقييم اللي شفنا حسابه كان تقريبا عنده يعني ما يقارب كذا ليفل 55 حولها. حلو ما ادري والله ايش اسمه والله ناسي. هذا الستات حقك يعني المفروض يكون هذا تقريبا الماكس تقريبا. هذا نسبة اي والله نسبة دفنت. هذا اتوقع اخيس واحد، اتوقع الباقي حتكون جبارة. 10 ريت 10 كدمج. هذا طلبه من جيلو شيك. هذا كأنه الكوب نفس الكوب اللي عندي. ثواني 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 يعني نفس الكوب قريب مني تقريبا يعني قريب قريب بشكل يعني مخيف شوي يعني عارف. 14 ريت 12 دفنت واتاك كذا كمان يعني زيادة. والله رهيب والله. طبعا هذا فري تو بلاي اتوقع. مش اليك هذا ايش يقول لك؟ يقول لك ساينو عنده يعني نبغى يبغى يعني نكشف عليه. هاي هاي ايش هذا؟ والله ايش ذا؟ هذا ريت ولا دمج؟ يكرد قبل ما يضرب. اي والله هذا يكرد قبل ما يضرب حرفيا. كيف كذا؟ هذا كيف سوى كذا؟ 10 هنا شوفوا يعني حتى في انرجي. 13 ريت تفضل. الكترو من نفس الست. هذا طبعا نفس خوي هذاك اللي طلب من ارامكس، اللي جاته طلبيه على ارامكس نفسه هذا خويه. هذا يعني يطلب من موقع مجهول، موقع من الدارك ويب. احنا ما نعرف هذا الاشياء صراحه. انا ودي اطلب كوب زي كذا بس ما اعرف. في نظره سريعه هل هو حوت؟ والله مو حوت يا اخوان. هذول اللي يصيحوا من اليوم والله يا اخي انا عندي انا فري تو بلاي، كيف ابني شخصيتي؟ انا كيف ادفع المال؟ انا لازم ادفع. شوف شوف قدامك شوف، ها حسابه فري تو بلاي. فري تو بلاي الادمي. الهرجه ايش؟ انه الادمي قديم. شايفين الاي دي؟ او انا مغطى الاي دي. شوف شوف الاي دي وراي 717 او 19 معليش. هذا الهرجه بس. الادمي قديم بس. هذا الموضوع.